أسكدار هي مقطوعة موسيقية عالمية، أما في هذا المكان فأرادت حلا أن تعزفها بألحان مختلفة تخلق من خلالها مساحة للإبداع والفن والنشاط بين الأطفال. أن نرى شابة في العشرينيات من عمرها تطمح بمستوى مختلف من استثمار طاقات الطلبة الدفينة بنشاطات لا منهجية لتجسد على أرض الواقع معنى الفلسفة والموسيقى، فهذا يعني أن لمنتسبي مركز أسكدار للثقافة والفنون طريقا آخرا يعبرونه في مستقبلهم. حبيت أعمل فكرة أسكدار عشان تكون مساحة للطفل للتعبير، مساحة للطفل للحكي للنمو، وحبيت أفوت أول إشي يعني فكرت في النشاطات الحركية اللي هي عبارة عن باليه هيب هوب ودبكة اللي فيها طالب بقدر يتحرك وبقدر يتفاعل وبقدر يعبر، وبعدين النشاطات الموسيقية والفنية للطلاب اللي عندهم يعني مواهب أو مهارات في الموسيقى أو في الرسم. ماهية الموسيقى تكمن بعناصر فلسفتها، فلحن أسكدار الطفولي يجمع مختلف الأفكار والمهارات وعنفوان الشباب في هذه الدار. أحلى إشي في الطلاب إنه هن عم بيلاقوا مكان يروحوا عليه اللي هو مش مدرسة ولا بيت، مش بيت تيتا مش بيت عمه مش بيت عمته، في مكان ثالث هلأ ما بين المدرسة والبيت اللي بيقدر فيه الطالب يروح يتعرف على أصدقاء أجداد. يعني هلأ بعد شهور من التدريب المستمر بلشت أحس إنه هن بلشوا يصيروا عيلة واحدة، بيعرفوا بعض منيح، بيعرفوا أسماء بعض منيح، بيعرفوا كل حدا بأي مدرسة بأي صف، حتى لما كثير في عنا طلاب جداد الطلاب اللي قدام بيستقبلوه بيدربوه، وهاي شغلة أنا صراحة ما توقعتها. يعني روح الجماعة الموجودة بالفريق بكل نشاطات أسكدار سواء بلياء أو دبكة أو موسيقى أو غيره، الطلاب يساعدوا بعض لأنه حاسين أنه هن بشكل عام كأسكدار حابين يكونوا أحسن. جيل صاعد يطلق أطياف الحرية لعنانه بين أوتار أسكدار متعثرا بالسكينة والاطمئنان، فيهوى تلك المقطوعة بمعانيها ومكنوناتها. أنا حبيت مركز أسكدار لأنه أنا بتعلم فيه كتير أشياء، دبكة وكمان بتعلم بيانو موسيقى، وكمان الدبكة إنه أنا بحبها أصلاً منه أنا صغيرة. أنا بتدرب، رحت على أكتر من مركز، بس أكتر إشي استفدت منه الأسكدار. الأسكدار صرنا مخلصين أكتر من أغنية وفي عنا عرض ب16/12، والدبكة يعني إشي أساس من حياتي يعني ما بقدر أتخلى عنها ولو شهر. حبيت أجي على أسكدار إنه كنت هوايتي الباليه، ما كنت عم الاقي نوادي انه يدربونا على الباليه، وكمان انه اكثر شيء حلو باسكدار هو انه بعملونا كثير منيح وبزرعوا الامل بطلابهم انه بنقدر نكمل وانه انتم مش ضعاف، انه انتم يعني قوايا كمان بتقدروا تكملوا ويعني عندكم هوايه. ما مثلا انا في اشياء ما بقدر اعملها، المثل بالدراسه تشجعني عشان انا اقدر اعملها، واشياء عن جد قدرت اعملها. الموسيقى هي أحد فروع الفلسفة الممتزجة بمتعة الإحساس ونشوة الروح، هي ركيزة الفن وأصله. لتلفزيون الفجر الجديد، ريهام أبو حبله.